شنو علاقتك بليفان؟ علاقة طيبة. 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 نتأكدوا من العلاقة هذه في الفيتير هذا. جابوا لي شويه من العباد اللي نحبهم ويتبعوا فيا، وهاني لبست تكنيسيان نتاع ضو باش نعمل لهم سيربريز ونشوفوا شنو هي الرياكسيون نتاعهم. هاي نسيم يعجبني على الاخر الحق، انا فاهم بيه على الاخر، وش خاص كان معناها راه اون فاس، ويعجبني على الاخر محلاه. هنا واحدة من اللي فام تاعو نقولوا محلاك على الاخر بدني يعجبني. يعجبني التمثيل متاعو وكل سيزون يتقدم فيها. يعجبني يسر في وليد مفيدة كل سيزون معناها. أنا نحبه نسيم خاطر مشكلي بوغوس. نسيم يعجبني في بدنه وتمثيله، يعني مش كيف نسيم زايدية في وليد مفيدة واحد، كما نسيم في وليد مفيدة خمسة. يعجبني معناها برشا برشا ونحبه برشا، من نحسه من أحسن ممثلين معناها مثل بالكبير بين مفيدة. نسيم نحبه برشا، تنجم تقول الطفل اللي نحبه أنا في حياتي كما نسيم بالضبط، كبروفيل ككل شيء عندي برشا نتبع فيه. نحبه برشا، نحبه يجي عيد ميلادي. جوايوز ميلاد جوايوز محلى زينك حتى أنا نحبك برشا. وهو أصلاً كله محلي، يعني كل شيء باش يعجبك فيه. شنو عامل؟ الحمد لله. نحب نقول راني نحبك برشا، وتخاص كان راك أنفاس ونعملوا تصويرة وكل، وراك بالحق طفل ياسر محليك. يا وليد مصدق. نحب نقول له ربي معاك وربي يوفقك في اي حاجه تعملها. سبا احلى بيك ثلاثه مرات نورمال، انت جاني في حلمي ثلاثه مرات نورمال، في مخك تجيني في حلمي ما تجينيش في الحقيقه، مش معقول راهو هذا حتى في مخك تتفرج شويه. اوي مين جايز جس نقول له فما برشا بنات يحبوك ويتمنوا لك الخير في حياتك، وان شاء الله ديما ديما في حاجه ما خير وديما الفوق و ياسر تاب والله. تعبش تقول لي في وجهي كمان؟ نوي من اعز لي مومون في حياتي والله. نحب نشكرهم برشا اللي جاو، ونحب نشكر حتى الاولياء نتاعهم اللي خلاوهم يجيو. أكثر حاجة تفرحني، أكثر حاجة ما نعرفش، ساعات تبدأ في دي مومون تسمع كلام خايب، تقرأ دي كومنتير خايبين، ساعات نقوم صباح نبدأ مانيش في المود، نحل ميساجات متاع الانستغرام نشوفهم هما شنو يبعثين لي، نهاري كل يتبدل.